أحسن الله إليكم. يقول في سؤاله الآخر: هل يجوز الدعاء بعد الفراغ من الصلوات؟ لا بأس بالدعاء بعد الفراغ من الصلوات، لكن بصيغة فردية، لا بصيغة جماعية، ولا برفع صوت ولا برفع اليدين، كل هذا لم يرد. وإنما يدعو المسلم لنفسه ولإخوانه المسلمين منفردا، ويسر بالدعاء أيضا، لا يجهر به لئلا يشوش على المصلين من حوله والجالسين من حوله. نعم.